شو بتعرف عن الجمعية التعاونية؟ الجمعية التعاونية منّا جمعية خيرية ولا شركة تجارية، هي مجموعة أشخاص بيتعاونوا من خلال مشروع تيحلوا المشاكل المشتركة يلي بتعترض نشاطهم الاقتصادي تتحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. المشروع التعاوني بيتميز عن غيره من المشاريع لأنه بيتنفذ بإطار المبادئ والقيم التعاونية مثل الديمقراطية والمسؤولية الاجتماعية والعدالة والإنصاف وباب الانتساب المفتوح يلي بيساهموا بتشجيع العمل التعاوني والمساعدة على تطوير المشاريع التعاونية وتأمين استدامتها. صحيح أنه الجمعية التعاونية غايتها المباشرة تحسين وضع أعضائها، بس دورها الأكبر بيبقى تحقيق التنمية المحلية.